معلم؟ معلم وينك؟ انشغل بالنا عليك. شباب اسمحوا لنا شوي، عندي كلام بدي احكيه مع علي رضا. اي بس يا معلم حسن، انت وين كنت طول؟ سمعتني شو قلت؟ وانتو طالعين خذوا الباب معكم. يلا امشي بسرعه. انا اعتبرتك اخي، وبعد كل هالسنين اللي مضيت كسرت يميني وحملت السلاح بايدي ومشيت بين الرصاص. هذا جزات معروفي معك يا علي رضا. حكمت آغا شو حكى لك عني معلم؟ الشي اللي كان لازم تحكي لي انت من زمان. انا ما كذبت عليك ابنه، بس انت خبيت الحقيقة. لا تخلي مثل هاي الافكار تلعب بعقلك. انا خبيت لانه ماني حابب خاطر فيك. مشان ما تخاطر فيني؟ انت اليوم حطيتني بأبيخ موقف قدام حكمة آغا. حرق النار كان أريح. خبرني مين يلي واقف وراك، وأوعك تخبي علي إنك ما عم تشتغل مع حدا. ما تسألني أسئلة ما بقدر جاوبك عليها معلم. كيف يعني؟ اسأل حكمة آغا ليجاوب؟ وحكمة ما بيعرف شي ولا رح يعرف. الله بيعرف. لتاريخ اليوم ما وقفت ضد الدولة. الضرائب ودفعتها، عسكرية وخدمت، حتى السجن فتت. بس هيك ما بيناسبني بالمرة. عقلي ما بيستوعب هيك شغلات، ولا حتى بيتحمل يفكر بهيك أمور. قالوا عنك حسن الأسود وتقبلته لللقب. خايف يقولوا عنك حسن المخبر؟ طالما حكيت هالقد مع حكمة آغا، سألته يا ترى هو ليش ما نو خايف من التعامل مع مخبر؟ معلم حسن، أنا عم بفهمك، بس أنت كمان افهمني صح. أنا أبداً ماني مخبر، ولا أني جاسوس، ولا زلمة حدا، ولا عامل عند حدا. أعطوني فرصة لحتى نشف هذا المستنقع، وعم استفاد من هالفرصة لحتى أخذ انتقام أختي نهال منهم كلهم، وهذا كل شيء. معلمي، أنا بكون علي رضا، علي رضا يلي أنت بتعرفه والدنيا ما بتغيره. أتركك مني يا قبضاي نصيحة، لا تحاول، لا تحاول تقنع عقلي لسميك وتخسر الوقت. أنت أكثر من الكل لازم تقنعه لحكمة آغا، وبأسرع وقت. هو أب فقد ولدين، وما حدا بالدنيا بيقدر يتصور أو يتخيل هو شو ممكن يعمل ليحمي بنته الوحيدة اللي بقيت له من هالدنيا وما فيها. فهمت؟ حكمة آغا اليوم ورجاني شو ممكن يعمل. يعني فينا نقول إنه هددك
مو إلي، هددك إلك. حكمة آغا اليوم طلبني ولف ودار علي كتير، وكأنه سرق زلق فيه قدامي بالغلط، ولحتى يحمي بنته الوحيدة وضح لي من تحت لتحت إنه مستعد يضحي فيك أنت لحتى يحميها. اليوم بعت لي هاي الرسالة معك، وبكرة بيبعتها مع عدوي، ويا خوف يكون عم يهددني بهاي الرسالة، وعلى الأغلب قاصد يخوفني بهاي الرسالة. آخ يا حكمة آغا، علي انتبه اوعك تجنها. في جنان أكتر من الحب يا عمي. علي رضا لوين؟ علي رضا لوين رايح؟ استنى شوي علي. يا بيت رفقي. هذا البيت يا آغا. تفضلوا، انتو مين طالبين؟ انت اسماعيل؟ انا اسماعيل. في واحد حابب يتعرف عليك. مين هو؟ فينا نحكي جوا؟ نحن بأي موضوع بدنا نحكي يا بيك؟ والله يا اسماعيل ما ضل حدا إلا ومدح لي بطبخك، وأنا بصراحة انشغل بالي على مهاراتك، لهيك حبيت شوفك بقلب بيتك. أنا بالسجن كنت طباخ عادي يا بيك، ومن وقتها شغلي ما تطور أبدا. أصلا مهارتك ما لها علاقة بتطورك أبدا يا اسماعيل، هي منعرفها. مهارتك بالمينو اللي مسويه حضرتك لتهرب فيه رجال برات السجن. ما فهمت عليك يا بيك. علي رضا ألتاي من وين بتعرفه؟ وكيف قدر يقنعك لتسمم أخوه لجابر؟ طلع منيح يا اسماعيل. ليك يا اسماعيل، إذا ما بتقلي الحقيقة مثل ما صارت بالضبط، رح أخلي هدول الرجال يلي شايفهم يقطعوا جسمك شقفة شقفة، وبعد ما يخلصوا يطعموه للكلاب. صدقني يا بيك، أنا ما بعرفه لعلي رضا. لكان مين اللي طلب منك تسمم أخوه لجابر؟ يلا قلي لشوف. سهري خير؟ طول الليل ما حكيت ولا كلمة واحدة، شو القصة؟ متضايق من شي؟ مساء الخير. مساء النور علي. ما تواخذينا ملك، بدنا نقعد شوي لحالنا. وأنا عندي شغل بغرفتي. أنا بتمنى إنه ملك خانم تسمع حديثنا كمان، بالأخير هي بتضل خالتها لخالدها.